عقبال يا حبايبي ما الميه تغلي بتاعت المكرونه قلت لكم عليها. انا دلوقتي هنتبق، هنعمل البانيه. اقول لكم الخطوات بتاعتها بعد ما انا تبلتها بميه البصل والملح والفلفل. هبدا ان انا ايه نحط البيض دلوقتي ومعاه برده ايه ملح وفلفل. ما تكتريش الملح عشان ما يملحش معاكي، يا دوبك حاجه ايه بسيطه جدا. هتحطي هنا البيض وما تكتريش في البيض لان هو كده كده بيتبقى من الايه من الخط اللي انت بتعمليه اللي هو البيض والفلفل والملح، فما تكتريش في البيض. او لقيتي مثلا قل معاكي هتحطي ايه بيضه كمان. تبداي الاول تضربي كده البيض. هنا انا معايا برده ايه بقسماط وانا كنت جايباه وفرمته في الخلاط بعد ما دقيته الاول حطيته في الخلاط، وبعد كده فرمته ايه ناعم كده بدل ما تشتري غير من بره. هتبداي بقى انت ايه تحطي هنا شويه فلفل اسمر، هتحطي عليهم حبه ملح صغيرين بس، حاجه بسيطه جدا. هتقلبي كل ده مع بعض. اهم حاجه في البقسماط لو انت هتعمليه في البيت اعمليه في مصفه علشان بيتبقى منه بقسماط كده صغير ما يبوظلكيش الايه الفراخ بتاعك الجانب بتاعك. لازم تضربي البيض كده حلو قوي. وهتاخدي ايه بقى واحده واحده هتحطيها بالشكل ده، وبعد كده بقى ايه تحطيها في البقسماط. البقسماط ده كمان انا حاطه فيه شويه دقيق صغيرين. طب ليه الدقيق؟ عشان لو انت نزلتي على البقسماط على طول وتيجي تحمريها هتلاقي بدا ان هو ايه يتحرق معاكي. يعني ايه يتحرق؟ يعني هيتحرق معاكي من بره ومن جوه هيبقى ني، فلازم تحطي شويه دقيق قليلين. ولو انت حابه كمان تبخري البقسماط حطي، يعني في ناس بتحب تحط عليه شطه عشان يبقى سبايسي شويه، انا بستكفي بالايه بالفلفل بالذات لو في ايه اطفال صغيره. تبدا ان انت ايه تحطي كده بقى وصفي من ميه البصل. وبصوا كمان الكبده هنا انا حاطه معاها كمان كبده عاملاها بانيه. ما تحطيش الكبده زي ما هي علشان ما تفرقعش معاكي. تبداي بقى تحطي كده واضغطي جامد ما تقلقيش. لو لقيتي بقى حته ما بين واحده والتانيه كده مفتوحه تلحميها كده مع بعض وتضغطي عليها. سيبيها على جنب شويه. تاخدي برده واحده تاني. بصي يا حبايبي انت لو جبت الفرخه وقطعتيها الصدور في البيت هتبقى اوفر لك من بره. بره شوفي دلوقتي البانيه عامل كام. يعني انت لو جبت الصدور كده وقطعتيها بالشكل ده كده هتحطيها بقى ترسيها كده ايه جنب بعض بالشكل ده. شايفين اللي كانت مقطوعه اهي لما اتلحمت مع بعض بقت ايه قطعه واحده. البانيه ممكن تعمليه كمان وتخزنيه في الفريزر. هتجيبيه وهتحطي ما بين كل واحده كياس ثلاجه، وبعد كده تبداي ان انت ترصيه وتحطيه في الفريزر بعد ما تحطي له البقسماط، وتطلعيه يا دوبك على التحمير على طول. طبعا بعد ما تعملي الخطوه دي هتحطيها في الثلاجه ما تحمريش على طول. طب ليه؟ علشان لسه البقسماط مع البيض ما مسكش جامد، لازم نشمع الاول كل قطعه في الثلاجه لمده نص ساعه كده ساعه، وبعد كده تبدا انت ايه تحمري. حابه تحطي كمان عليه فيجيتار حطي، على البقسماط والدقيق حطي فيجيتار مش هيقول لا. هتجيبي بقى الحته اهي تحطيها هنا كده، حطي عليها بقسماط. دي بص يا حبايبي دي بتبقى ايه في اللي هي اللي ناحيه القرقوشه انا ما رميتهاش. هنجيبها كده ونلمها على بعض ونحط ايه عليها ايه بقسماط وتضغطي وتقلبيها. عشان كده بنقول تضغطي لان بتبقى فيه كمان حتت رفيعه وحتت تخينه.
اهم حاجه كمان ما تسيبيهاش بره التلاجة عشان ما يعرقش معاكي. يعني هي عرق هيعمل لك عرق ما بين الطبقه والتانية، هتضطري ان انت تعملي عليها ايه بقسماط ودقيق تاني. فعشان كده بنقول لك حطيها في التلاجة ما تسيبيهاش بره. انا هنا يا حبايبي لقيت البقسماط بدا يخلص معايا، هضيف برده شويه دقيق عليهم كده وببدا ان انا ايه نحطهم على جنب. انا حبيت اوريكم لما البقسماط بيخلص بيعمل ايه بالشكل ده، يبقى ده بالبقسماط بس، وده عليهم ايه شويه دقيق كمان على البقسماط. بعد كده بقى هناخدهم ونحطهم ايه في التلاجة. يا دوبك ايه الشمع كده حاجه بسيطه، تبدأ ان انت ايه بقى تحطيه في التلاجة الشمع بس لمده نص ساعه، وتبدأ ان انت تحمريه. اول ما نبدا نحمرها هوريها لكم شكلها ازاي. هنا يا حبايبي بعد ما سبت الفراخ اهي البانيه في التلاجة لمده ساعه، هتبدأ ان انت ايه تسخني زيت على النار وتحطيها ايه وقت الحمر. طب عايزه اختبر الزيت سخن ولا لا، هتجيبي شويه بقسماط او دقيق وتحطيهم كده، هو كده سخن معايا. لو طلع معاكي فقاقيع كده تعرفي ان هو كده ايه سخن، بس ما سخنهاش جامد عشان ما تحرقلكيش البانيه. تبداي بقى تحطي كده، انا وريتكم بقى ايه هي بالبقسماط اللي هي فيها ايه الدقيق برضه، ما تسيبهاش ياما على النار عشان ما تتحرقش. البانيه ما بياخدش وقت زي الفراخ العاديه لما انت بتسويها او بتعمليها ني ني وبعد كده بتحمريها، دي لا، دي البانيه يا دوبك بتاخد ايه سوا بصره، ان هي التقطيع مش كبيره قوي، مش تخينه قوي ولا رفيعه قوي. اول بس ما تحمر من تحت تبدا ان انت تقلبيها، وفي خطوة مهمة ان انت بتجيبي شوكة وتنغزيها عشان تتأكدي ان الفراخ من جوه استوى. بتجيبي الشوكة كده وهي على النار، تبدأ ان انت ايه تنغزيها كده. هي مش هتاخد وقت معاك في التحمير خالص، ده حسب الايه التقطيع. شايفين بدأت ان هي تتحمر، ما تطولهاش على النار عشان ما تنشفش معاكي بعد كده. قولوا لي يا حبايبي ايه رأيكم في الاكل بتاعي والطريقة بتاعتي والتقديم بتاعي، قولوا لي رأيكم ايه. بصي يا حبايبي دي الكبدة اللي انا برضو جبت كبدة الفراخ، بتجيبيها وبتقطعيها نصين كده، تبدأي برضو تتبليها وتحطيها مع الايه مع البانيه، بس بتحمريها في الاخر خالص، متحطهاش اثناء البانيه علشان الزيت او السمنة بالزيت اللي انت بتحطيها ما تحرقش معاكي، يعني ما تسويتش معاكي البانيه. شايفين اللي هي بالدقيق لونها عامل ازاي، ودي اللي هي بالبقسماط بس. ده لو انت البقسماط معاكي قل، طب ولو في بانيه هتعملي ايه؟ هتزودي الدقيق، زودي الدقيق وعليهم شويه فيجيتار هيطلع معاكي ايه لون حلو قوي. يعني في فيجيتار ولا بقسماط فيها هتحطي ايه شويه دقيق بس عشان البقسماط اللي تبقوا، وتبداي ان انت ايه تتبلي دقيق زي ما انا عملت. هنا يا حبايبي بعد ما هي اتحمرت تبدأ ان انت تقطعيها حلو قوي، بالشكل ده كده. شوفي لونها حلو ازاي، وما تحطيش البانيه فوق بعض. ليه؟ علشان ما يعرقش معاكي ويعمل لك ايه فاصل ما بين البانيه وما بين التتبيله او التقليه اللي انت عملتيها.
انا دلوقتي يا حبايبي اوريكم اهي الطريقه، واول ما اخلص الاكل كله هنوريكم اللي على السفره انا هقدمه ازاي، ويبقى السفره شكلها حلو قوي. ده يا حبايبي البانيه بعد ما انا مخلصته، طبعا انا اول ما حمرته رحت ايه غطيته على طول عشان تفضل ايه طريه وما تنشفش معايا. لو انت عايزه تحمصيها هتحمصيها عن كده على النار، يعني هتحمريها اكتر. ماشي اهي شايفينها مستويه خالص ودايبه وما فيهاش اي حاجه. كل ما هسيبيها في التتبيله كل ما هتديكي ايه اللحم اطرى من كده. في ناس بتشتكي ان الكفر من بره بيتشال بسبب انك انت بتكتري ميه البصل اكتر من الايه من الفراخ نفسها. ما تكتريش ميه البصل وعلى طول سيبيها لمده ساعه، وبعد كده حطيها ايه في البيض وصفيها من البيض وحمريها على طول.